مزمور 146 وعدد 9 بيقول الرب يحفظ الغرباء يعضد اليتيم والأرملة. الآية في المزمور بتقول إن الله واخد في على عاتقه أن يعضد اليتيم والأرملة. كوبتيك أورفنز الخدام والمتطوعين حاطين ليهم في إيدين الله يكونوا هما الإيد اللي الله يستخدمها، العين اللي الله يبص بيها، اللسان اللي الله يتكلم به لكي يعضد اليتيم والأرملة. دورنا كلنا في الكنيسة القبطية أو في العالم المسيحي كله أن احنا نشترك في هذا العمل الإلهي، أن نعضد اليتيم والأرملة ونكون عين الله ويد الله ولسان الله لكي يقدم هذا الحب لكل محتاج.